هذه النخبة الطيبة. تسعى وزارة الداخلية وفي عهد وزيرها عبد الأمير الشمري إلى إنهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة. تكثف القوات الأمنية في النجف حملاتها بهدف تسجيل الأسلحة غير المرخصة أصولياً عبر بوابة إلكترونية خاصة بذلك. تحاول وزارة الداخلية من خلالها حصر السلاح بيد الدولة وتنظيمه. بناء على توجيه معالي وزير الداخلية المحترم، باشرت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف شعبة السيطرة وتنظيم السلاح بتنظيم وجرد وتسجيل أسلحة المواطنين بعد إطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بحصر وتنظيم السلاح من قبل وزارة الداخلية. شهدت شعب تسجيل الأسلحة في مختلف المحافظات إقبال العديد من المواطنين على عملية التسجيل، مما انعكس على ارتفاع نسبة التسجيل في الشعبة، وطبعا هذا التسجيل يتم إلكترونيا. مواطنون أشادوا بخطوات وزارة الداخلية بعهد وزيرها عبد الأمير الشمري لحفظ الأمن وإرساء دعائم الاستقرار وإنهاء المظاهر المسلحة والرمي العشوائي والسيطرة على انتشار الأسلحة. السلاح المنفلت جاي يسوي مشاكل كلش قوية، فمن يصير تسجيل السلاح يعني تنحد من موضوع هاي المشاكل اللي جاي يصير. السلاح المنفلت يعني ما يراد، حملة ومبادرة كلش حلوة، ويعني بركة إن شاء الله نقول القادم أفضل. لازم كل مواطن أنه يبادر ويسعى ويروح يسجل سلاحه حتى يصير حد لهاي المشاكل اللي جاي يصير. نشكر وزارة الداخلية على هاي المبادرة اللطيفة، حصر السلاح بيد الدولة، وهاي مبادرة احنا مشكورة وزارة الداخلية عليها. طبعا هاي المبادرة راح تقضي على السلاح المنفلت. وتمكن وزير الداخلية منذ تسلمه مهام الوزارة من توسيع نطاق العمليات الأمنية واعتقال العديد من الخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء وضبط الأمن، فضلا عن قطع شوط طويل في محاربة آفة المخدرات. من النجف محمد الغالبي، وان نيوز.